باش نقول لك اخويا تسوهنا تسوهنا و شعبي شي صاعقه كنضرب من السما ضربنا تشتل الاستاذه كتشوفها مزوجه صاحبي مزوجه بالتلميذ ديالها صافي مالها ديالها صافي شنو شنو مبقانا قانعاش ما فهمنا بقينا فاهمين والو اخويا والله ما بقينا فاهمين شي لعيب الاستاذه تزوجت بالتلميذ ديالها اخويا مالي مالي بقينا فاهمين والو اخويا طاحت فيه الدزع طاحت فيه عرفتي علاش اخويا هضر معاه قال لها شوفي كذا عندي الفلوس غيكون الخير كدا استاذه كتشد شحال كتشد استاذه 4000 درهم قال لها كدا غتنجحيني غنولي شي حاجه غنتزوجو كاين الخير ان شاء الله مسكينه طمعه ولد الحرام انا ضد هذه الفكره هذه حيت هي ماشي بيناتهم فرق صغير عام عامين 3 سنين حتى 4 سنين كاع هاد التلميذ اللي عنده 19 عام راه كيبان صغر منها اذا هو شنو باغي منها هو باغي بروفيتي فيها وهي كذلك هي باغا حاجتها وصافي اما هو غادي يلقاو صعوبات بزاف هي ان فوا غتاخذ الحاجه ديالها ما غاديش يبقى يبان لها هو صافي غادي يطلقوا وانا ضد هذه الفكره ديال ان المراه تزوج بالراجل هو صغر منها القضيه ماشي عاديه باش تكون اخي 11 عام ديال الفرق صعيبه شويه اخي بالنسبه لي ما قدرتش ما يكونش زعما شي ديفيكولتي ولا شي حاجه ولكن بالنسبه للهضره ديال البنادم وداك الشيء وكيبقى الراي الشخصي اخي ديال كل واحد كل واحد دو رياكشن ديالو كل واحد دو الراي ديالو وكل واحد دو البيرسوناج ديالو مثلا انا الا بغيت شي واحد ما غاديش نديها في شي حاجه اخرى من غير هو ما غنديهاش في الناس فهمتي حيت كل واحد كيبقى الراي ديالو ما شنو المشكله هي بغاتو هو بغاه شنو فين هو المشكل الزواج سنه وشريعه قانون اولا وثانيا ربما الا كان مثلا تفاهموا انهم باش يتزوجوا مثلا زواج مزيان ربما كانوا على علاقه من قبل كيوقعوا بحال هذه المسائل هذه ولا كانوا على علاقه يعني ديك العلاقه عاطفيه وانتقلت للزواج والزواج بحد ذاته هو عاطفي مزيان من الاحسن ربما كانوا على علاقه وتزوجوا من الاحسن ماشي ضد الفكره حيت هي ماشي شي حاجه اللي غريبه علينا الرسول عليه الصلاه والسلام اول زوجه من الزوجات ديالو كانت كبر منه وكانت غنيه وهي اللي خلاتو يعني يولي يعني من اغلى الرجال في ذاك الوقت يعني هذه شي حاجه ماشي عيب ولا حرام يعني هذا شي حاجه حلال الزواج ماشي عيب انها تكون استاذه بالعكس قدوه غتزيد به القدام شنو المشكل في هذا الشيء فكنظن ان الزواج من استاذه بتلميذ هي مساله طبيعيه عاديه ما دامت يعني ترتكز على رضا الطرفين هذا جانب لان كما كتعرفوا كنظن كان واحد الماده خاصه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي كتقول لك بالضبط لكل شخص الحق في تكوين اسره والزواج كيكون اختيار الطرفين القضيه ديال الزواج ديالنا الاستاذه بتلميذها في نظري شيء عادي طبيعي ربما انها يعني ارتاحت ليه اذا عجبها السلوك ديالو بان لها انها الزوج المثالي ديالها في المستقبل وهذا يعني ربما يعني كانت يعني حالات يعني عشناها وشفناها يعني مع رؤساء ديال بعض الدول بحال الرئيس الفرنسي يعني ماكرون يعني سبق له انه يعني زوج يعني بالاستاذه ديالو رغم ان فارق السن يعني كبير ايوا واش غنقول لك هذيك راه ما حمق خويا صابو يا عمر داك الشيء راه ما كاينش في الدين هذاك راه الابن ديالها هذيك راه الام الثانيه ما خصهاش خصها تربي ما خصهاش يعلمو داك الشيء اللي كاين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي